أهلا وسهلا فيكم بدرسنا الثالث بموضوع العلاج المناعي أو الإيمونوثيرابيا. نتابع حكينا عن طريقة إنتاج تجاري لأجسام مضادة. طبعا احنا حكينا عن كيف بيتم إنتاج أجسام مضادة، ولكن الطريقة اللي مستعملة، واحدة من الطرق المستعملة اليوم، هي استعمال نباتات لإنتاج أجسام مضادة. فواحدة من النباتات اللي أثبتت نجاحها بعملية الإنتاج هي نباتات نبتة التبغ الدخان، اللي أدخل إلى خلاياها الجين المشفر للجسم المضاد المطلوب بواسطة بكتيريا الأجروبكتيريوم. هاي هي بكتيريا اللي بتدخل بلازميد، مقطع من البلازميد موجود بداخلها، بتدمجه بداخل جينوم الخلية النباتية، وبالتالي الخلية النباتية بتبدأ تعبر عن الجينات الموجودة بهذا المقطع. حكينا عن هذا الموضوع بواحدة من دروس الهندسة الوراثية بالنباتات، ممكن تراجعوا الموضوع هناك. بس اللي احنا بحاجة له نعرفه هون هو انه هذا الأجروبكتيريوم بناخد البلازميد منه، منهندزه، منقيم الجينات اللي مش معنيين فيها، مندخل الجينات تبعت الأجسام المضادة اللي معنيين إنها النبتة تنتجها، منفوت البلازميد، منرجعه لخلية البكتيريا الأجروبكتيريا، ومن نعمل عدوى لخلايا التبغ بهذا هاي البكتيريا، وبالتالي نبتة التبغ اللي بننتجها من هاي الخلايا بتبدأ بإنتاج الأجسام المضادة، وبتم استخلاص الأجسام المضادة من خلايا هاي النبتة. فالعملية اللي وصفناها هنا بنقدر نبدأها بتطعيم فأر بأنتيجينات الإيبولا، استخلاص أجسام مضادة من خلايا طحال الفأر اللي كونها جهاز المناعة ضد أنتيجينات الإيبولا، إنتاج أجسام مضادة كيماوية مؤنسنة بالاعتماد على الأجسام المضادة من الفأر ومقاطع أجسام مضادة بشرية، إقحام الجينات المهندسة المشفرة للأجسام المضادة المؤنسنة لنبتة التبغ، وبالتالي نبتة التبغ بتبدأ تنتج لنا أجسام مضادة مؤنسنة، اللي قسم منها القسم اللي بيحتوي على المواقع المتغيرة، مواقع الربط بالأنتيجينات مأخوذة من الأنتيجين الأصلي، الجسم المضاد الأصلي تبع الفأر، وباقي أقسام الأجسام الجسم المضاد هي من مصدر بشري، والجين المهندس بيحتوي على مقاطع مناسبة للمنطقة المتغيرة اللي مصدرها الفأر، ومقاطع مصدرها الخلايا البشرية. في عنا هنا فيلم قصير عن إنتاج دواء لمعالجة الإيبولا، إحنا مش رايحين نشوف الفيلم هذا، للي معني يشوفه أكتر في عنده إمكانية إنه يراجع من العارضة هون. بدنا نبدأ إسا حديثنا عن استعمال أجسام مضادة لمعالجة السرطان. إذن حديثنا كان لهاي المرحلة عن علاجات مصدرها منع التعرض لفيروسات، بكتيريا، مسببات مرض اللي بتنتقل بالعدوى، بإعطاء الشخص تطعيم فعال اللي بيقوي جهاز المناعة ضد مسبب المرض، أو تطعيم غير فعال عند تعرض الشخص للمرض بهدف التخلص والقضاء على مسبب المرض بقديش ممكن أسرع. فحديثنا إسا بده يبدأ عن استعمال الأجسام المضادة وتطوير أدوية باستعمال هذه الأجسام المضادة لمعالجة أمراض سرطانية مختلفة. فعشان نقدر نفهم كيف أدوية من هالنوع ممكن نطورها، لازم بالأول نفهم كيف مرض السرطان بتطور وش يعني خلايا سرطانية. فمنشوف مع بعض الفيلم التالي وبتتابع حديثنا بعده. This animation will show how cancer develops.
Cancer is caused by the cells of the body changing so that they grow in an uncontrolled way. Click the navigation arrows below the animation screen to play, pause, rewind, or fast forward the animation. Your body is made up of cells. Nearly all the cells in the body have a nucleus, which is the control center of the cell. The nucleus contains genes, which control everything about the cell, including how the cell grows and when it will die. Damage to genes is the underlying cause of cancer. The damage may be inherited or caused by other factors, such as cigarette smoke. The cells of your body divide to make more cells, so that your organs and tissues can grow and repair themselves. The nucleus controls this division. In cancer, the cells divide in an uncontrolled way, and often more quickly than normal cells. In many cases, the cells form a lump called a tumour. Cancerous tumours can spread into surrounding normal tissue. Not all tumours are cancerous. Some do not infiltrate the surrounding tissues, nor do they spread to other parts of the body. These are known as benign tumours. Tumours that invade the surrounding tissue and spread to other parts of the body are known as malignant tumours or cancer. Cancer cells can invade blood and lymph vessels. These provide a route for spread to other parts of the body to form secondary cancers. This is called metastasis. This is the end of the animation. Click on the animation screen to watch it again. إذن كيف شفنا بالفيلم خلايا سرطانية بتتكون نتيجة لطفرات بالأساس اللي سببها ممكن يكون وراثي أو عوامل بيئية مثل تدخين مثل التعرض لمواد مسرطنة مثل مواد كيميائية موجودة في الغذاء أحيانا تكون موجودة في مياه الشرب ممكن إنها تكون اللي بتأدي لإحداث طفرات بجينات معينة وبالتالي إذا كانت هاي الجينات لها دور بانقسام الخلية ممكن هذا الأمر يؤدي لانقسامات غير محدودة للخلية اللي بتحول الخلية لخلية سرطانية اللي بتبدأ تكون الورم السرطاني. أمراض السرطان هي أمراض خطرة اللي ممكن تؤدي لموت المريض إذا لم يتم الكشف عنها بمرحلة مبكرة من تطورها وما بديتش عملية معالجتها. في العديد من الحالات طرق العلاج التقليدية بتكون استئصال الورم بعملية جراحية اللي ممكن تؤدي لاستئصال كل الورم إذا المنطقة ممكن الوصول إليها بعملية جراحية أو جزء منه ومن ثم متابعة علاج باقي الورم بطرق علاج مختلفة. أحياناً يستأصل كل الورم ولكن هذا لا يعني أن خلايا سرطانية انتقلت لأنحاء أخرى من الجسم اللي لم يتم الكشف عنها بطرق الكشف العادية. بحالة معالجة أمراض سرطانية في الموضوع الإيميونولوجيا أهمية كبيرة بقسميه الإيمونو دياغنوستيكا أو التشخيص المناعي والإيميونوثيرابي أو العلاج المناعي، حيث أنه المرحلة الأولى من معرفة تعرض شخص لمرض سرطان هو الكشف عن هذا المرض، ويتم الكشف عن المرض باستعمال مكونات مختلفة من جهاز المناعة، طبعا أهمها الأجسام المضادة اللي موجهة ضد محددات أنتيجينية أو مستقبلات خاصة بخلايا سرطانية، وبالتالي ممكن فحص وجود مرض سرطاني عند شخص أو خلايا سرطانية عند شخص باستعمال هاي الأجسام المضادة الموسومة للكشف عن وجود هاي الخلايا السرطانية. طبعا في فحوصات مختلفة بتتم منها الـ MRI الـ CT إلى آخره، طرق مختلفة اللي جزء منها يعتمد على صفة المقدرة التخصصية لأجسام مضادة بالارتباط بمستقبلات خاصة موجودة على الخلايا السرطانية.
فالمرحلة الأولى كيف قلنا استئصال الورم بعملية جراحية. المرحلة الثانية هي علاج كيميائي وعلاج إشعاعي لإتلاف الخلايا التي يكون تكاثرها غير مراقب واللي ممكن تكون تبقت في منطقة الورم أو انتشرت بالجسم. فبالتالي للتأكد من القضاء على كل الخلايا السرطانية يتم إعطاء المريض علاج كيميائي، وهو علاج مكون من مواد كيميائية تؤدي إلى موت إلى الحد من تكاثر الخلايا. وبالتالي باعتبار أن الخلايا السرطانية مقدرتها على التواجد بالجسم هي من خلال تكاثرها الغير مراقب، فهاي المواد تحد من تكاثر هاي الخلايا السرطانية وبالتالي تؤدي مع الوقت إلى موتها. الإشعاع اللي يستعمل هي عبارة عن استعمال لمواد نظائر مشعة تطلق إشعاع نووي اللي يؤدي إلى هدم الورم السرطاني وإلى قتل الخلايا السرطانية. بالإضافة ولكن بالحالتين بالعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي يوجد تأثيرات سلبية على أعضاء طبيعية في الجسم، لأنه في خلايا بالجسم اللي أيضا تتكاثر وبحاجة إنها تتكاثر، مثل الخلايا المسؤولة عن الشعر أو خلايا مختلفة من بالجسم اللي العلاج الكيميائي ممكن يحد من تكاثرها، ممكن يضاعف الجهاز المناعة ويقتل خلايا تابعة لجهاز المناعة وبالتالي يضعف مقدرة الجسم على مقاومة فيروسات وبكتيريا اللي ممكن تؤدي لخطر على حياة المريض. كمان العلاج الإشعاعي بيكونش موجه ضد، من الصعب توجيهه ضد الخلايا السرطانية أو الورم السرطاني، وبالتالي ممكن يصيب أنسجة حيوية بالجسم ويؤدي كمان ل مشاكل صحية. بكل الحالات هذه العلاجات ليست كافية في بعض الحالات، وبالتالي رغم إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم ورغم استعمال علاج كيميائي وعلاج إشعاعي للمريض اللي استؤصل منه الورم بعملية جراحية، إلا أنه في العديد من الحالات المريض لا يشفى من المرض وقد تعود الأورام السرطانية بالانتشار في جسمه، وبالذات بالحالات اللي فيها لم يتم الكشف عن المرض بمراحل متباكرة منه. وبهذه الحالات يوجد حاجة لعلاجات إضافية، فالعلاجات هاي بتكونش كافية. علاوة على ذلك فهذه العلاجات كيف قلنا تدمر الأنسجة الطبيعية بالجسم مثل خلايا الجلد وصيلات الشعر جهاز الهضم نظام الدم، وبتأدي لأثار جانبية شديدة اللي طبعا بتهددش حياة البني آدم ولكنها بتأدي لصعوبة للمريض اللي عم بتلقى هذا العلاج. فنتيجة لذلك نتيجة ل إنه بكتير من الحالات نجاعة هاي العلاجات منخفضة وتأثيراتها الجانبية صعبة، في حاجة دائمة لتطوير علاجات، وهذا الأمر بشكل شغل لكتير من الباحثين في العالم بالمعاهد الأكاديمية وبشركات الأدوية وشركات البيوتكنولوجية لتطوير أدوية جديدة لمعالجة السرطان. ومعظم الحالات هذه الأدوية تعتمد على مكونات جهاز المناعة. فطرق علاج حديثة تعتمد على العلاج المناعي ما يسمى إيمونوثيرابي. تم تطوير العديد من العلاجات المناعية التي تسمح بتخصصية أفضل وملائمة أكبر لكل مريض بالإضافة إلى تقليل الأثار الجانبية. فإذا كان العلاج الكيميائي أو الكيموثيرابي هو علاج اللي مش موجه بشكل تخصصي ضد خلايا سرطانية وبالتالي بيأثر على خلايا أخرى في الجسم طبيعية، والإشعاع أيضا يؤثر على خلايا وأنسجة طبيعية في الجسم، فالعلاج المناعي أو الإيمونوثيرابي هو علاج اللي تخصصي أكثر للخلايا السرطانية وموجه ل
خلايا الهدف اللي بحاجة إن نتخلص منها. تجري بشكل مكثف ودائم العديد من الأبحاث في هذا المجال، توجد العديد من تقنيات العلاج المناعي في مراحل تطوير إلى جانب أدوية العلاج المناعي التجريبية وتلك التي يتم تسويقها بالفعل. يعني اليوم في جزء من الأدوية تم تطويرها يتم استعمالها بمرضى سرطان، وفي أدوية تجريبية اللي بعدها مش مثبتنا نجاعتها وبش مثبتة عدم تسبيبها لعوارض جانبية خطرة، ولكن بالرغم من ذلك فبيتم استعمالها كأدوية علاج تجريبية. بالإضافة لهيك في كتير من الأدوية اللي عم بيتم تطويرها اليوم واللي بعدها مش فايتة للمرحلة التجريبية. بحالة الأدوية لمعالجة أمراض سرطانية الاستعمال التجريبي إلها هو أكثر انتشاراً من أدوية أخرى، والسبب هو أنه بكتير من الحالات المريض بيكون بوضع اللي يهدد حياته، بمعنى أنه احتمال نجاته من المرض منخفضة، وبالتالي في هاي الحالات تعطى موافقة أسرع لاستعمال أدوية تجريبية اللي بعدها لم تثبت نجاعتها ولم يثبت عدم تأثيرها بشكل سلبي على المريض، لأنه بكل الحالات هذا المريض موجود بمرحلة حرجة من حياته، و عدم استعمال الدواء راح يودي بحياته باحتمال انه يفقد حياته كتير عالي، وبالتالي استعمال الدواء ممكن يأثر سلبيا على حياته ولكن ممكن يحسن احتمالات نجاته من المرض. الأهداف الأساسية للعلاج الإيمونوثيرابي أو العلاج المناعي هي مساعدة الجهاز المناعي على رد الفعل ضد الخلايا السرطانية باستخدام الأجسام المضادة التي ترتبط بالخلايا السرطانية، وتحمل الأدوية التي تعمل بشكل محدد ضد هذه الخلايا. زيادة قدرة الجهاز المناعي المكتسب على محاربة الخلايا السرطانية بما في ذلك تكوين الذاكرة المناعية، ويتم ذلك عن طريق تعريض خلايا الورم لنشاط جهاز المناعة. إذن في هدول الهدفين، الهدف الأول استعمال الأجسام المضادة اللي بتهاجم الخلايا السرطانية وبتفعل جهاز المناعة ضد الخلايا السرطانية، وبالإضافة لهيك محاولة تكوين ذاكرة مناعية باستعمال أنتيجينات خاصة بالخلايا السرطانية لتطوير ذاكرة مناعية ضد الخلايا السرطانية بحال إنه الخلايا السرطانية رجعت جهاز المناعة يحاربها بقوة أكبر، وبالإضافة لهيك استعمال أجسام مضادة اللي مرتبط إلها أدوية اللي هي عادة مواد سامة اللي موجهة للخلايا السرطانية. الأجسام المضادة ترتبط بالخلايا السرطانية وعند ابتلاعها من قبل الخلايا السرطانية بتؤدي لموتها. بالإضافة لهيك في إمكانية لاستعمال أجسام مضادة مرتبط فيها أو أجسام مضادة مكونة من نظائر مشعة موجهة ضد خلايا سرطانية، عند ارتباطها بالخلايا السرطانية الإشعاع المنطلق عنها يؤدي لموت هذه الخلايا اللي ارتبطت فيها وللخلايا السرطانية المجاورة إلها، وبالتالي لخلايا المكونة للورم السرطاني. مبدئيا جهاز المناعة مبني بطريقة اللي بحال تحول خلية سرطانية إلى خلية عادية إلى خلية سرطانية، فالجهاز المناعي بيبدأ يحارب الخلايا السرطانية وبيبدأ يحاول إنه يؤدي لموت هاي الخلايا السرطانية. يعني إفرازات لمواد اللي لما الخلية بتبتلعها بتقوم بقتل ذاتي لحالها، ولكن للأسف الخلايا السرطانية طورت طرق للتهرب من هاي الآليات الموجودة بجهاز المناعة. كيف هذا الإشي بيصير؟ إحنا رايحين نحكي بعد الاستراحة
فناخذ هسه استراحه مدتها 10 دقائق وبعدين بنتابع حديثنا بعد انتهاء الاستراحه.
أهلا وسهلا فيكم بعد الاستراحة. كنا بدينا نحكي عن كيف الخلايا السرطانية بتقدر تتهرب من جهاز المناعة. فالخلايا السرطانية لها القدرة على التهرب من جهاز المناعة لأنها خلايا جسم تعبر عن أنتيجينات الجسم نفسه، اللي خلايا ذاكرة، خلايا التي وخلايا بي بتعملش ضدهن، فيش عندها مستقبلات ترتبط فيهن. ومع ذلك يمكن أن يتكون رد فعل مناعي ضد خلايا سرطانية بواسطة خلايا الجهاز المناعي المكتسب. على سبيل المثال، تتميز الخلايا السرطانية بطفرات عديدة تحدث بها، وبالتالي عدم استقرار جينومي، وهذه التغييرات تؤدي إلى ظهور بروتينات وتغيير بمبنى بروتينات موجودة على غشاء هذه الخلايا، وممكن نسميها نيو أنتيجينات. هاي البروتينات الجديدة جهاز المناعة بالنسبة له هاي بروتينات مش تابعة للجسم، فممكن خلايا تي وخلايا بي تبدأ تكون رد فعل مناعي ضدها. في بعض هذه الحالات تنشط الخلايا السرطانية آليات تمنع خلايا الجهاز المناعي من التفاعل ضدها. يعني بالرغم من ذلك، ففي طرق كيف الخلايا السرطانية تتهرب من شغل عمل جهاز المناعة ضدها. فمبدئيا جهاز المناعة بالجسم مجرد ما خلية تحولت لخلية سرطانية وبديت تحدث فيها تغييرات وراثية وتنتج مستقبلات على غشاء الخارجي اللي إلها مبنى فراغي وبروتينات جديدة اللي إلها مبنى فراغي للخلايا جهاز المناعة بتعتبرهن غريبة، المفروض خلايا جهاز المناعة تشتد ضدها. فالخلايا السرطانية مع كل هذا في عندها آليات كيف تقدر تتهرب من عمل جهاز المناعة ضدها. الهدف من الطرق الجديدة للعلاج المناعي هو تفعيل خلايا جهاز المناعة التي تتعرف على أنتيجينات سرطانية ضد الخلايا السرطانية التي تعبر عنها. فمفروض أنه الأنتيجينات الخاصة بالخلايا السرطانية اللي تختلف فيها الخلايا السرطانية عن خلايا الجسم العادية نقدر بطرق معينة نفعل خلايا جهاز المناعة بطريقة اللي هاي الخلايا تتعرف على أنتيجينات السرطانية وتبدأ تشتغل ضدها. بالإضافة لهيك، فإن ربط المواد السامة بالأجسام المضادة الموجهة ضد هاي الأنتيجينات الموجودة على الخلايا السرطانية ممكن يؤدي لارتباط الأجسام المضادة بهاي المستقبلات أو الأنتيجينات الموجودة على الخلايا السرطانية والخاصة بالخلايا السرطانية وتفعيل السام ضدها. وبالتالي بهاي الحالة إحنا مش عم نأثر، هذا الدواء مش عم بيأثر على خلايا جسم عادية، لأنه خلايا الجسم العادية أو إنها بتحتويش على أنتيجينات من هالنوع، أو إنه تركيز هاي الأنتيجينات على سطحها كتير واطي وبالتالي إمكانية تأثير هذا الدواء عليها كتير منخفض. عادة المحاولة هي لتطوير أجسام مضادة موجهة ضد أنتيجينات خاصة بالخلايا السرطانية مش موجودة على خلايا عادية، اللي تطورت نتيجة لطفرات صارت وبالتالي نتجت هاي النيو أنتيجينات على سطح هاي الخلايا اللي فيها بتختلف عن الخلايا العادية. أدوية موجهة مبنية من أجسام مضادة ضد أنتيجينات سرطانية وتحمل مواد سامة. إذن تسمية أدوية موجهة هي بتعني إنه هاي أدوية اللي موجهة لأهداف معينة بداخل الجسم، وبالتالي بس توصل لها الهدف تبعها بتبدأ فعاليتها، وخلال انتشارها بالجسم فيش إلها أي تأثير على الجسم. وكيف هذا الإشي ممكن يصير؟ أدوية من هالنوع عادة بتكون عبارة عن مواد سامة مرتبطة بأجسام مضادة. هاي المواد هي سامة لأنها لما بتدخل لداخل الخلية
بتأثر على منظومات مختلفة موجودة بداخل الخلية. ممكن تكون هاي المنظومات موجودة بداخل السيتوبلازما، ممكن تأثر على إنزيمات حيوية بتشتغل بداخل السيتوبلازما بينها هاي المادة السامة ترتبط بهاي الإنزيمات وتشل عملها، ممكن تأثر على عملية الترجمة تبعت البروتينات بأنه هاي المواد السامة ترتبط بالريبوزوم وبتشل عمله وبالتالي بتتوقف عملية بناء البروتينات بالخلية مما يؤدي إلى موت الخلية. وممكن هاي المواد السامة تأثر على آليات بتتم بداخل نواة الخلية مثل عملية النسخ، عملية المضاعفة، وبالتالي هذا الإشي راح يؤدي لموت الخلية. وبالتالي هاي المواد السامة خلال انتشارها بالجسم لا تؤثر على مكونات مختلفة بالجسم، عشان تأثر لازم تفوت لداخل الخلية. دخولها للخلية ممكن يأثر على الخلية ويؤدي لموتها. بالتالي من المهم انه نضمن انه هاي المواد السامة ما تدخلش الا لخلايا الهدف، خلايا السرطانية، ما تفوتش لخلايا طبيعية، خلايا جسم طبيعي، لانه بهاي الحالة راح تتصرف هاي الادوية مثل العلاج الكيموثيرابي اللي راح تؤدي لموت خلايا طبيعية كمان غير الخلايا السرطانية. وعشان نضمن هذا ليش الاجسام المضادة اللي بنربط الى هاي المواد السامة، والمواد السامة بنربطها بالقسم FC من الاجسام المضادة، بتكون عبارة عن اجسام مضادة ترتبط بشكل تخصصي ل أنتيجينات خاصة بالخلايا السرطانية، مثلاً النيو أنتيجينات اللي مش موجودة على خلايا عادية. فهدم خلايا خاصة في الجسم مثل خلايا مصابة بالفيروس، بفيروس خلايا سرطانية أو خلايا غريبة، نفس الفكرة اللي حكينا عنها بالنسبة لخلايا سرطانية، ممكن نكون أجسام مضادة اللي تحتوي على مادة سامة للخلية، اللي هاي الأجسام المضادة ترتبط بشكل تخصصي بأنتيجينات لفيروس تم التعبير عنها على سطح غشاء خلية اللي انعدت بهذا الفيروس. وبالتالي الهدف تبعنا إحنا القضاء على هاي الخلية اللي هي خلية جسم، لأنه الفيروس عم بتكاثر بداخلها. فإذا قضينا على الخلايا اللي اخترقها الفيروس عم بتكاثر بداخلها، هذا رح يؤدي للحد من تكاثر الفيروس والقضاء عليه، لأنه الفيروس مش رح يقدر يتكاثر بشكل تلقائي، مجبور يفوت لخلية يتكاثر بداخلها. والقضاء على الخلية اللي دخلها فيروس، لأنه الفيروس لما يفوت على الخلية بيتم التعبير عن البروتينات تبعته بما فيها بروتينات اللي بيتم التعبير عنها وعرضها على الغشاء الخارجي للخلية. فتكوين أجسام مضادة موجهة ضد هاي الأنتيجينات وبتحمي المادة السامة راح يؤدي لأنه هاي الأجسام المضادة راح ترتبط فقط بالخلايا المصابة، داخل المادة السامة لداخل الخلايا المصابة وتؤدي لموت هاي الخلايا المصابة. ممكن كمان معالجة أمراض ناتجة عن بكتيريا بنفس الطريقة إذا استعملنا أدوية موجهة للأجسام المضادة اللي فيها موجهة ضد محددات أنتيجينية موجودة على خلية البكتيريا. في ثلاث نماذج من الأدوية الموجهة. الأولى أجسام مضادة مرتبطة بمواد سامة سيتوتوكسية، بمعنى مواد سامة اللي بتؤدي لموت الخلية لما بتفوت لداخلها، سيتوخلوي وتوكسي سام. أجسام مضادة مرتبطة بمادة مشعة، أجسام مضادة اللي فيه مكونة من نظائر مشعة اللي بتطلق إشعاع نووي، وبالتالي موجهة ضد خلايا سرطانية، ترتبط بالخلية السرطانية والموجودة حيث وجود الورم السرطاني، وتبدأ بقتل الخلايا السرطانية المحيطة للمنطقة اللي ارتبطت فيها بواسطة الإشعاع النووي اللي بتطلقه. والطريقة الثالثة أو النموذج الثالث من الأدوية الموجهة هي أجسام مضادة مرتبطة بإنزيمات، وهي عادة وهي أجسام مضادة اللي بالطرف FC تبعها مرتبط إنزيم اللي هو غير فعال لا يؤدي إلى ضرر للخلايا، ولكن مع الدواء يعطى سبسترات اللي هو سبسترات لهذا الإنزيم. الإنزيم لما بيشتغل عليه بينتج عنه مادة سامة اللي بتؤدي لموت الخلية.
بالإضافة إلى ذلك للأنواع الأدوية الثلاثة، هاي الأدوية الموجهة الثلاث، ممكن استعمال أجسام مضادة لا تحمل دواء يؤدي ارتباطها بالخلية السرطانية أو بخلية المصابة بالفيروس إلى تفعيل جهاز المناعة، وبالتالي رفع نجاعة جهاز المناعة بالقضاء على السرطان. ولكن هذا النوع من الأجسام المضادة مقدرته على القضاء على السرطان أقل من مقدرة الأنواع الثلاثة اللي ذكرت قبل. وطبعا كل الوقت في دراسات حديثة بمحاولة تحسين النماذج الأدوية الموجهة أو الأجسام المضادة اللي هدفها تفعيل جهاز المناعة ضد مسبب المرض أو الخلية السرطانية. بالصورة اللي قدامنا في صورة ثلاثية الأبعاد لجسم مضاد اللي مرتبط له مادة سيتوتوكسية، يعني مادة سامة اللي بتؤدي مادة سامة للخلية لما بيفوت لداخل الخلية، وموجهة لخلايا سرطانية. فالجسم المضاد هذا يرتبط بشكل تخصصي بمستقبلات موجودة على خلايا سرطانية. وفي كيف شايفين على سطحه بمناطق مختلفة ربط لمادة سامة دواء هدفه معالجة الخلية السرطانية، والذراعين FAB حيث يرتبط الجسم المضاد بالأنتيجين الموجود على خلية الهدف حرين، طبعا مش مرتبط فيه شيء. عند ارتباط الجسم المضاد بخلية الهدف، خلية الهدف تبتلع الجسم المضاد مع المواد مع الدواء مثلا السيتوتوكسين، وبالتالي السيتوتوكسين عند دخول الخلية يقوم بتعطيل منظومات مختلفة، آليات مختلفة بداخل الخلية، مما يؤدي إلى موت الخلية. أجسام مضادة مرتبطة بمواد سامة، في عدة أنواع من المواد السامة المستعملة في هذا المجال. في أنواع اللي موجهة ضد آليات تحدث بداخل السيتوبلازما، في مواد موجهة ضد آليات تحدث بداخل النواة تبعت الخلية. عندما نوجه جسم مضاد مرتبط بمادة سامة كهذه، فإنه يرتبط بخلية الهدف التي تقوم بابتلاع الجسم المضاد مع المادة السيتوتوكسية، وهذه الظاهرة تسمى إندوسيتوزا، ظاهرة الابتلاع هاي. وعند دخول المادة السامة إلى داخل الخلية بتعلق هل الهدف العمل تبعها، فإذا هدف عمله إنزيمات معينة موجودة بالسيتوبلازما فارتباطها بهذه الإنزيمات بحد من عمل هذه الإنزيمات وبيؤدي لموت الخلية، تعطيل عمليات حيوية بالخلية. فعلى سبيل المثال في عنا دواء الأدستريس اللي هو دواء طورته شركة سياتل جينيتكس، تمت الموافقة على استعماله بسنة 2011. بيحتوي على جسم مضاد مهجن أو هجين اللي قسم منه مصدره فئران وقسم مصدره بشري. هذا الجسم المضاد موجه ضد أنتيجين CD30 ومصمم لعلاج أنواع مختلفة من سرطان الليمفوما اللي على خلاياها يتم تعبير زائد عن الأنتيجين CD30. وبالتالي هذا الجسم المضاد يرتبط بشكل تخصصي بخلايا سرطان الليمفوما. مرتبط بالجسم المضاد هذا مادة سامة سيتوتوكسية تسبب لموت الخلايا عند دخولها إلى داخلها. فهذا دواء من 2011 طوروه يستعمل لمعالجة سرطان الليمفوما، له نجاعة معينة أو نجاح معين بمعالجة هذا المرض.
طريقة عمل الدواء كيف وصفنا من قبل، في عندي مستقبلات CD30 جسم مضاد يرتبط بواسطة ذراع الـ FAB للCD30 اللي بيتم التعبير عنها تعبير زائد بالخلية السرطانية الليمفاوية الليمفوتسيت. نتيجة لارتباطه الخلية تقوم ببلعه، بداخل الخلية يحرر المواد السامة ويؤدي هذه تؤدي هذه المواد السامة إلى عملية موت الخلية، وبالتالي يتم القضاء على الخلايا السرطانية من اللو الليمفوما. السام المضادة تستخدم لمنع عمل عوامل نمو في الورم في الورم السرطاني. مثل آخر على دواء طور لمعالجة سرطان هو السام مضادة اللي بتشتغل على عوامل نمو اللي بتساعد بتكاثر الخلايا السرطانية. فهذا نهج آخر من العلاج لأمراض سرطانية باستعمال السام مضادة. فالأجسام المضادة المستخدمة بتؤدي للحد من عمل وتحييد نترول عوامل النمو في الورم، وهذا الأمر بيؤدي لوقف عملية تكاثر الخلايا. وممكن كمان الأجسام المضادة إنها ترتبط أو بالعوامل النمو هاي وتحيدها وتمنع عملها، أو ترتبط بالمستقبلات الخاصة بعوامل النمو الموجودة على سطح الخلايا السرطانية، وبالتالي تمنع دخول العوامل النمو للخلايا السرطانية اللي بتحفز من نمو الخلايا السرطانية. بعض عوامل النمو هذه تحفز انقسام الخلايا السرطانية، والبعض الآخر يشجع على نمو الأوعية الدموية التي تزود هذه الخلايا السرطانية في الدم. فبالمنطقة اللي بتكون فيها ورم، عوامل النمو للخلايا السرطانية بتفرزها مسؤول عن تكوين أوعية دموية. فتكوين أجسام مضادة اللي بترتبط في عوامل النمو هاي بتؤدي لانخفاض تكون الأوعية الدموية، وبالتالي توقف تغذية الخلايا السرطانية بالغذاء وبالأكسجين، وبالتالي القضاء عليها. بعض الأدوية التي تحتوي على أجسام مضادة لمنع نشاط عوامل النمو في الأورام السرطانية حصلت بالفعل على موافقة إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية FDA، اللي هي مجرد ما أعطت موافقة على دواء معين معناها الدواء بيتم تسويقه بأمريكا وبالتالي لاحقا بكل دول العالم. فمثال على دوائين من هالنوع هو الهيرسبتين والأفاستين، وهدول الدوائين بيعالجوا أنواع سرطان. الهيرسبتين مخصص لعلاج سرطان الثدي في المرحلة المبكرة وفي المراحل المتقدمة للمرض، يعني حتى إذا تم الكشف عنه بمرحلة متقدمة منه فممكن استعماله لمعالجة المرض. في هذه الخلايا تم تعبير زائد عن المستقبل HER2، وبالتالي الأجسام المضادة اللي تستعمل بهذا الدواء هي أجسام مضادة مونوكلونالية مؤنسنة موجهة ضد المستقبل HER2. هذا المستقبل يتواجد أيضا على خلايا ثدي طبيعية ولكن بكميات قليلة، وبالتالي التأثير عليها بيكون أقل. يوجه المستقبل للخلية إشارة تؤدي إلى تحفيز انقسامها. يرتبط الجسم المضاد المكون لدواء الهيرسبتين بالمستقبل فيحفز خلايا جهاز المناعة لتدمير خلايا السرطانية، يعني مجرد ما ارتبط فيها بتبدأ خلايا جهاز المناعة بالتعرف على هاي الخلايا وهدمها، ويمنع انتقال الإشارة من قبل المستقبل إلى انقسام الخلية، وبالتالي تتوقف عمليات انقسام الخلية. هذا مثل على دواء واحد. بالدرس الجاي راح نأخذ مثل على كمان نوع دواء، ولكن منوقف بهاي المرحلة، مننهي لقائنا. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.